حادث مروع صدم الجميع في جنوب كونتاكي بالولايات المتحدة الأمريكية، إذ أقدم طفل في الخامسة من عمره على قتل أخته الصغيرة كارولين ستاركس والبالغة من العمر سنتين. القتل تم ببندقية خاصة بالأطفال أهديت للطفل كريستيان بمناسبة عيد ميلاده في العام الماضي. الأم كانت في المطبخ حتى سمعت طلقة نار داخل البيت. المسألة أعادت طرح قضية اقتناء الأسلحة في المجتمع الأمريكي. كل المجتمع يعاني من هذا الوضع، آمل أن نتعظ من هذه المسألة. ما يمكن أن نتعلمه هو وجوب تعزيز الجانب الأمني للأسلحة. في الولايات المتحدة الأمريكية أصبح التقليد معروفا، سيما في الأوساط الريفية حيث تهدى البنادق والأسلحة للقُصّر كهدايا عيد ميلاد، بل وهناك أسلحة مخصصة للبنات. التجارة رائجة والمسوقون لا يتوانون في الترويج لمختلف الأسلحة. إنه الريف الأمريكي، يعني بذلك الفولكلور والصيد البري والبحري ورياضة إطلاق النار، إنها طريقة العيش هنا. تعلم استخدام البندقية واحترامها يبدأ في سن مبكرة. المتاجرة بالأسلحة في الولايات المتحدة الأمريكية حصدت الكثير من الأرواح، ففي 10 أعوام تم إحصاء أكثر من 2000 قاصر تم قتلهم بالخطأ. Good shot, buddy.